طيب النهارده الحقيقه فوجئنا ببيان صادر من نادي الهلال السوداني، وانا هقرا البيان. بيان نادي الهلال السوداني: تلقى اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب هروبه ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناء على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة، وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال، كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري الأبطال. كل الكلام اللي اتكتب من حق كل رئيس نادي ومن حق ان هو يطلع بيان ويتكلم فيه زي ما هو عايز، ولكن السطر الاخير يبدو ان هروبه الى مصر مرتبا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعه الثانيه لمسابقه دوري الابطال الافريقي. هو ايه وضع الاهلي المصري؟ انا مش فاهم الحقيقه وضع الاهلي المصري. ان هو لو كسب الماتشين اللي جايين هيصعد اول، لو كسب ماتش وتعادل ماتش هيصعد تاني. ايه الوضع يعني؟ العلاقات ما بين جمهور نادي الهلال وجمهور النادي الاهلي علاقات اقوى ما يمكن، والحقيقه انا كنت محضر رد كبير جدا لهذا الموضوع، ولكن لما دخلت على صفحه نادي الهلال السوداني، ولو معاكم السكرين شوتس يا جماعه يا ريت تحطوها لنا على الشاشه عشان برضو الناس تعرف أن مفيش حد هيقدر يدخل ما بين العلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني، النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وجمهور الهلال السوداني. لو الحاجات دي جاهزة يا سمير. ده طبعا البيان أنا بوريه لحضراتكم لأنه صادر من نادي الهلال السوداني، والحقيقة أنا بقول لحضراتكم كنت هرد رد طويل جدا في هذا الموضوع واتكلم مع حضراتكم اكتر في هذا الموضوع، ولكن ما اثلج صدري اول ما دخلت على صفحه نادي الهلال وشفت البيان، تعليقات جمهور الهلال المحترم، تعليقات جمهور الهلال المحترم حاجه بجد. شابوه لجمهور نادي الهلال المحترم، الناس بيحبوا ناديهم لاقصى درجه، ومن حقهم طبعا ان هم عايزين يكسبوا الاهلي وعايزين يكسبوا النجم وعايزين، هم حقهم ده يعني لازم يفكروا في كده، ولكن شوفوا رد معظم جمهور نادي الهلال على البيان الصادر من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني. حاجة تفرح، الناس عمالة تقول له يعني احنا اتغلبنا من النجم الساحلي 2-1. طيب ما هو لو الكلام اللي حضرتك قايله ده وترتيبه مش ترتيبه النادي الأهلي ووضعه وسوء الوضع ومش عارف ايه والكلام ده كله، طيب ما هو النادي الاهلي كان افضل له ان نادي الهلال يكسب. بالمناسبه يعني النادي الاهلي كان افضل له ان نادي الهلال يكسب. ده مش كلامي، ده كلام جمهور الهلال ردا على بيان الهلال نادي الهلال الصادر من مجلس ادارته. هنحاول نجيب لحضراتكم كده، وبالمناسبه حضراتكم ممكن تخشوا على الموقع الرسمي لنادي الهلال وتشوفوا التعليقات اللي مكتوبه. يعني كلها الحقيقة تعليقات أثلجت صدري بشكل كبير جدا جدا. يعني حد كاتب إيه؟ طب معلش هي بعيدة عني، طب اديني عقلك. يعني بالظبط كده، يعني كان إيه؟ معلش قولوها لي طب يا جماعة عشان هي بعيدة. أحمد سعيد أحد جماهير نادي الهلال بيقول ردا على البيان الصادر من مجلس إدارة نادي الهلال: طب اديني عقلك، لو هيعمل كده عشان الاهلي ما هو كان كمل وساب الماتش للاهلي. هات اللي بعده، معلش اقروا لي يا جماعه عشان هو بعيد والصوره صغيره. يا جماعه صدقي مدرب شاطر جدا، والكلام ده لا ينكره الا المنكرين. بصمه حماده صدقي ظهرت مع الهلال في مباراه النجم الساحلي في المباراتين،
واستطاع أن يقحم العراقي، وده سبب يعني كلام الحقيقة منطقي جدا. تعالى لي يا سمير خلاص، يعني برضو أنا بس بوري لحضراتكم قاد جمهور نادي الهلال ردا على البيان الصادر من نادي الهلال. من كل لكل مجلس إدارة الحق في الرد بما يراه مناسبا، ولكن من فضل حضراتكم النادي الأهلي أكبر كبير أكتر أكبر بكتير جدا جدا من أن حضراتكم تدخلوه في مثل هذه المهاترات. حضراتكم ناس أفاضل وعلى دماغنا من فوق، ولكن بهذا الشكل اللي يدخل النادي الأهلي أو تقحم اسم النادي الأهلي في بيان رسمي صادر من نادي الهلال. ولكن جمهور نادي الهلال الحقيقة شابوه لحضراتكم، بنشكركم الحقيقة، يعني أنتوا رضيتوا بالنيابة عننا في كل هذه الأمور. هقفل الموضوع ده ومش هتكلم فيه تاني خلاص، لأنه زي ما قلت لحضراتكم جمهور نادي الهلال رد على مجلس إدارة نادي الهلال، وحتى في بعض التعليقات بيقولوا يعني أنتوا عايزين تبعدونا أو عايزين تصرفوا النظر عن اللي حصل يوم المباراة. من وجهة نظرهم كان هناك تقصير من مجلس إدارة نادي الهلال في أمور كثيرة، فعايزين يصرفوا النظر عن الهزيمة وعن الهزيمة النجم الساحلي الأخيرة بموضوع كابتن حمادة صدقي. فالحقيقة كلام غير منطقي، ولكن شكرا لجمهور نادي الهلال السوداني.